تتوهج العديد من هذه الصالات بوجوه فئات من المجتمع تريد أن توصل إلينا رسالة غير محكية أو مكتوبة، ولكنها مفهومة إلى درجة كبيرة. نريد أن نشارككم هذه الحياة. لم يكن مقدراً لهذه العبارة أن تجد صداً لولا العديد من المراكز والمعاهد والجمعيات التي افتتحتها ورعتها دول مجلس التعاون الخليجي على امتداد رقعتها الجغرافية. ليس العطاء عملاً مادياً فحسب، إنه يتطلب تعاطفاً مع معاناة الآخرين. الجهود المتواصلة للعاملين والمتطوعين تعتبر تضامناً مع المعوقين وأهاليهم، وتزرع الرجاء في قلوب الكثير من الذين امتحنهم الله عز وجل وزرع بينهم نبتة برية بحاجة إلى عناية خاصة ومستمرة. إن نفح الأمل في نفوس البشر لا يتم إلا عبر الإيمان بأن الناس لن يشتروا اليأس، فهم يحصلون عليه مجاناً. الشافية تكمن دائماً بالأفعال للأقوال. مع استكمال مقومات الدولة الحديثة وتأسيس قاعدة البنية التحتية للمجتمع العربي الخليجي، أخذ دور الدولة في النمو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية يتزايد. وترتكز السياسة الاجتماعية في أقطار مجلس التعاون الخليجي على المفهوم التكاملي المعاصر للتنمية، والذي يقوم على الربط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. لهذا حرصت أقطار دول الخليج العربية على التوجه لبناء المواطن الخليجي وإعداده للمشاركة الفعالة في عملية التنمية، والتي تستهدف مساعدتهم على التكيف وتجاوز المعوقات وتحسين ظروفهم الصحية والاقتصادية والسلوكية. ويتم تقديم الرعاية أو المساعدة للجماعات والأسر والأفراد بحسب حاجتهم، حيث يتم إيصال الخدمات إلى محتاجيها في بيئتهم الطبيعية أو من خلال انتقال المحتاج إلى المؤسسات في دوام نصف نهاري أو ما شابه لتلقيها على أيدي المختصين.
تكون هذه الرعاية دائمة كإيواء المسنين أو الفئات شديدة الإعاقة في دور ومراكز مهيئة بجميع ما يلزم هذه الفئات من مستلزمات طبية وعلاجية تشمل جميع الجوانب الصحية والتعليمية والنفسية والسلوكية والترويحية. جميع أقطار مجلس التعاون تقديم الحماية والرعاية والخدمة والعلاج للأحداث الجانحين وتوفر الجو المناسب لهم اجتماعياً ونفسياً ومهنياً وثقافياً وترويحياً، وذلك بغرض حمايتهم من الأقطار التي تؤثر على مستقبلهم لدفعهم للاندماج في المجتمع بكونهم أعضاء فاعلين فيه ونافعين له. فكما يقول المثل، حتى بالمياه المعكرة يمكننا إطفاء الحرائق، والجانحون في أبي حاجة إلى التفهم أكثر من العقاب. الجانحون
يعصم الإنسان نفسه من الشيطان بالعلم. وفي هذه المراكز والدور تتم تنمية القيم الإيجابية لديهم وترسيخ الاتجاهات السلوكية السوية في نفوسهم، مما يتيح لهم التكيف للعودة إلى المجتمع كأفراد أسوياء قادرين على المشاركة الإيجابية في أنشطته وفعالياته المختلفة. شكل الشفاه شلون؟ شر شر مرة ثانية شر. وهذا شو اسمه؟ برتقالة. برتقالة، عافية أكلها صح. وهذا شو اسمه؟ نعم علم. لونه شنو؟ أخضر. لونه أخضر. بنيت سياسة تقديم الخدمات المتنوعة للمعوقين في جميع دول مجلس التعاون على مبادئ أساسية تتفق والمبادئ التي تطالب بها منظمة الأمم المتحدة، مستهدفة المشاركة الكاملة والمساواة للمعاقين من منطلق ديمقراطي، بحيث تكفل للمعاق أن يمارس حقوقه وواجباته بصورة كاملة شأنه شأن أي مواطن آخر. ومن منطلق اقتصادي، حيث أن المعاق إنسان منتج يشارك في بناء اقتصاد وطنه. ومن منطلق إنساني مستمد من التراث والدين الإسلامي الحنيف، حيث تقدم الخدمات والمساعدات لمن يعوزهم الانتقال وتحول ظروفهم دون ذلك. وإن رفض عزل المعاق
ينطلق من الإيمان بعطاء المعاق المؤهل وأهمية الدور الذي يقوم به، مما يقلل الحاجة إلى مبان خاصة باهظة التكاليف ويحافظ على العلاقة الطبيعية بين المعاق وأسرته وبيئته، ويساعد المعاقين في التغلب على مشاكلهم ومساهمتهم الفعلية في حلها. أليس المعاق خبير نفسه؟ تستمد هذه الجهود جذورها من التراث والتقاليد الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج العربي، ومن الروابط الأسرية التي شرعتها الأديان السماوية، يساهم في تنميتها واستمرارها جهود نسبة كبيرة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفاعلي الخير. تتحكم الجينات بكل السمات الجسدية التي نرثها، وتتحكم العاطفة والمحبة في سلوكنا تجاه المعاق. إن إظهار الود والرغبة في التفهم من قبل الأهل يدخل الفرح إلى قلوب هذه الفئة، وقادر على لمس قلوبهم التي تسخر كقلوب غيرهم بجميع مشاعر الود والامتنان. إنها المشاركة الفعلية التي تثبت أن دواء المعاق يتم تحضيره في البيت، ويشارك في تقديمه جميع أفراد الأسرة بلا استثناء. فالمؤمن يبدأ والله ينجز. دموع اليتيم درر الله، ورعاية هذا اليتيم وتوفير احتياجاته الإنسانية مسؤولية ارتضتها حكومات ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، تلبية لدوافع إنسانية. وتفتح هذه الدور المنتشرة في جميع مدن دول المجلس أبوابها لفئات عديدة من الأطفال اليتامى أو مجهولي الأبوين أو أطفال الأسر المتصدعة. في جميع هذه الحالات تقدم هذه الدور مختلف الخدمات من اجتماعية وتعليمية ونفسية وصحية ومعيشية. ويتم إلحاق الطفل بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم عند بلوغه السن القانونية، ويوفرون له الأدوات المدرسية التي يحتاجها في دراسته، ويقومون بمتابعتهم في مدارسهم ويتحرون عن تقدمهم فيها. الرعاية المعيشية التي توفرها هذه الدور تشمل إعداد برنامج يومي يتضمن مواعيد استيقاظ الأطفال واغتسالهم، ومواعيد طعامهم، وفترات النشاط والترويح. يبقى الطفل طفلاً بجميع تناقضاته وحاجاته التي يعتقد أنها غير مشبعة، فيتم دائماً توجيههم وإرشادهم بما يتناسب وأعمارهم، ومن قبل مختصين تدربوا طويلاً على تسخير علمهم في زيادة جرعة الحب والحنان لهذه الفئة من عباد الله.
وفرت جميع أقطار مجلس التعاون القوانين للمساعدات والضمان الاجتماعي الذي تتولاه وزارات العمل والشؤون الاجتماعية فيها. وتهدف هذه المساهمات إلى القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى العوز والحاجة بإحدى وسيلتين، إما تقديم المساعدات أو توفير الخدمات العامة دون مقابل. وتصرف مساعدات الضمان الاجتماعي لفئات عديدة مثل الولد الذي لا عائلة له، والمطلقة وأسرة المسجون أو اليتيم ومن في حكمه، والمصابين من جراء الكوارث والنكبات، والأرملة والمريض وسواهم. الحق في الحياة، يعني الحق في المعرفة التي تعطي للحياة معنى إنسانيا شاملا. محو أمية الضرير، نافذة تفتح مصراعيها على عالم لا تحده حدود، وتقلص الفوارق بين المعاق وأقرانه من الأصحاء. قامت دول مجلس التعاون بتجربة رائدة في ميدان دمج الكفيف في المجتمع بإتاحة الفرصة للمكفوفين للقبول في المدارس الثانوية، وقد أظهروا تفوقاً بين أقرانهم من المبصرين، مما يشكل حافزاً لتطبيق التجربة في المراحل التعليمية الأخرى. نصت قوانين العمل في بعض دول المجلس على تخصيص نسبة من العاملين في المؤسسات الكبيرة للمعاقين، كما أعفي الحاصلين على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية. أما وزارة التجارة والزراعة فقد أعفت الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بالمعاقين من الضرائب الجمركية، كما وفرت وزارة الإسكان الخدمات السكنية للمعاقين ومنحتهم القروض للبناء وأعفتهم لفترات من دفع رسوم الخدمات السكنية. وعلى المستوى الرياضي، وفرت المؤسسات العامة للشباب والرياضة الفرص للمعاقين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي. وتساهم الوزارات والإدارات الأخرى في دول المجلس بتقديم المعونات للمؤهلين من المعاقين، كتخصيص مدربين لتدريب المعاقين على قيادة السيارات مجاناً، وكذلك تسهيل إجراءات حصولهم على رخص السياقة وتوفير مواقف لسياراتهم في الأماكن العامة وتيسير قضائهم لحوائجهم. Thank you.
الحبة وحدها لا تملأ المشخال، لكنها تساعد رفيقاتها. لذا نجد أن جمعيات النشاط الأهلي في جميع دول المجلس قد تطوعت لأداء دور كبير في ميدان رعاية وتأهيل المعاقين، من خلال تنسيق الخدمات التي تنظمها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، أو من خلال التبرعات التي لا تحصى والتي تصب في النتيجة في صالح هذه الفئة من المجتمع. إنها زكاة النفس المؤمنة، ومن كثرت نعمة الله عنده كثرت حوائج الناس إليه. إنها العدالة التي تجعل العطاء يعود إلى صاحبه كما يعود النهر إلى البحر. فجميع أزهار المستقبل هي في البذور التي نزرعها اليوم.